اهلا وسهلا باعظم جماهير لاعظم نادي في الكون. دي مش وجهه نظرنا، ده العالم كله شايفنا كده. مبروك طبعا جائزه الافضل، افضل نادي في قاره افريقيا، واللي حصل عليها النادي الاهلي في حفل جوائز الكاف بالامس. مش بس النادي الافضل لكن كمان اكتر من جائزه، منها طبعا افضل لاعب داخل القاره اللي حصل عليها بيرسي تاو، ايضا افضل هدف احرز في المسابقات الافريقيه، هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني. توقيت، انا دايما على فكره عندي تحفظ على اجنده الاتحاد الافريقي، لكن من حيث التوقيت، توقيت ولا اروع، توقيت ولا اجمل. الكلام طبعا عن اختيار التوقيت ده لاعلان جوائز الافضل على مستوى قاره افريقيا، اللي بشوف انه في حد ذاته ممكن يكون دفعه كبيره جدا قبل ما نخوض غمار اهم واقوى واكبر منافسه بينتظرها جميع النادي الاهلي، وهي بطوله كاس العالم. خد بالك، بطوله كاس العالم يمكن تكون الاصعب، لكنها بكل تاكيد الاسهل من ناحيه الضغوط، بمعنى ان كل مسابقه بيشارك فيها النادي الاهلي، طبعا ده السيد طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي امبارح وهو بيتسلم جائزه الافضل في قاره افريقيا. النادي الاهلي هو النادي الافضل في او داخل القاره الافريقيه، وايضا مش بس كمان يعني مرشح لجائزه الافضل على مستوى القاره، لكن مرشح كمان على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم كافضل انجازات حققها نادي رياضي، وده قدر الاهلي. من حقك تكون فخور انك انت بتنتمي لهذا الكيان، سواء كنت مشجع، سواء كنت عضو، سواء كنت لاعب، او سواء كنت كابتن فريق، او كنت في الاجهزه الفنيه، او حتى على مستوى الاداره. انت داخل واحده من اعظم واكبر المنظومات الرياضيه في تاريخ الرياضه عموما وفي كره القدم بشكل خاص. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي تعودنا عليه دايما. النهارده كمان في ترشيحات من جلوب سوكر لجوائز كتيره جدا، منها للاعبين، منها لأندية، هنستعرضها مع حضراتكم في الحلقة.